مين؟ ستري يا أختي، الحكيم جاي. تفضل يا أخي. زيبق؟ إيه الزيبق. زيبق بشحمه ولحمه. شو اللي جابك لهون؟ جاي اطمن عليكي، شنو الحصان اللي ضربك بيكون حصاني. إيه حتى ولو، أنت ما بصير تفوت لعندي لهون. أنا رح أمشي، بس قبل ما أمشي بدي أعرف منك شغلة. واللي هي؟ شو كان عم يعمل رئيس بخفر العمارة عندك من كم يوم هون؟ هالحكي مو صحيح، ولا أنت جات تبلان؟ أنا ما بكذب، وأنت بتعرفي منيح إني ما بكذب. بقى شو كان عم يعمل هون؟ وأنت شو دخلك؟ أصلاً مين سامح لك تفوت لهون؟ لا تقولي ولا تحكي، أنا رح أعرف كل شي بطريقتي، مو الزيبق اللي بستنى حدا يقله من يوم يومه. وأنت بتضلك بنت حارتي، وهالشي مو مقبول بنوب، وأنا رح أشرب من دمه لهالخسيس وأنا الزيبق. العمى من وين طلع لي هاد؟ احلى يعمل اللي عم يقوله ويروح كريم فيها. والله معك حق يا خانو، بدي اطلب منك طلب. تفضلي. بتروحي لعند كريم وبتقولي له انه خادم بدها تشوفك باسرع وقت. ايه تكرمي، بس انتبهي اصحك حدا يدراها. لا تاكلي هم من هالناح. يلا تقبريني. جلسي حالك كلي هيك لقمه. يلا قومي. سلام إليك يا زهري. قولي. قولي يا الله يرضى عليك. تروح لعند أبو فهد ولعند الشيخ أبو طاهر وتقول لهم بيسلم عليكم أبي وبيقلكم الاجتماع بالديوان الحاري. يلا يا أبي يلا. صار يا أبي صار. شو بدي أقول لك؟ مور يا أبي، بعد ما تخلص بتمر لعند إخواتك على الخستة خانة، بتطمن عليهم وبتشوف إذا لازمهم شيء. يلا يا أبي يلا. براسي يا أبي. وشو السبب؟ إيه أكيد أكيد بيجي هلا. ميرسي ميرسي كلك ذوق. غريب، شو بده مني خاتون؟ معقولة طلبت تشوفني لأني عجبتها وصارت توثق فيي؟ معقول؟ أنا طلبت شوفك يا أفندي لأنه ضروري كتير يوصلك الشيء اللي صار مشان تنتبه على حالك. احكي شو في؟ في مين واصل له خبر إنك أنت كنت عندي هون وناوي لك الفاينة وناوي يقتلك؟ مين هالشخص؟ ما كثير مهم مين هذا الشخص، المهم انك تدير بالك على حالك. حدا من قرايبينك؟ انا اللي عندي قلته. لو سمحت روح من هون بلا ما تصير لمصيبة تانية. لوين فايت؟ فايت لعند اختي. الممرضة جوا عندها وعم بتشق عليها. يلا يعطيكم العافية. خلص لك انا رح استناها. اذا بدك ازمر تخانم عند الحكيمة وطالبة تشوف حدا من قرايبينا. خير في شيء؟ لا ما في شيء، بس هي قال حابة تشوف حدا من قرايبينا. ايوه. لكن انا حروح لعند الحكيمة لبين ما تخلصوا شغلكم. طيب اصبح رح اوصلك، تفضل من هون. طالما ما بدك تخبريني مش مشكلة، ما فيني اجبرك، بس كوني واثقة اني رح كون بخير. لازم تروح من هون يا افندي، المهم وصلك الخبر. مصيبة يا جماعة مصيبة. شو في؟
اخوك خالد اجى لهون وبعتهم عند الحكيمه. قولي على هون سيبه بسرعه يا افندي، الله يوفقك الله يسترك، اطلع من هون بسرعه 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 يا اختي بسرعه. يا عيب الشوم عليك يا بنت الزعيم. لك مية ألف الحمد لله على السلامة تقبليني. الحمد لله على سلامتك، إن شاء الله ما تواخذيني، ما صار لي إجي لك غير هلا. الله يسلمك يا نوت. ولا يهمك ولا يهمك. كيفك؟ تمام ماشي الحال. مرتاح معي؟ قولي لي حبيبتي. كأني شفت كريم أفندي طلع من عندك من الأوضة. تقبريني لا تخافي، أنا ما رح أفتح تمي بحرف لا لأبوكي ولا لأخواتك، بتعرفيهم دمهم حامي. بس بدي أطمن عليكي، يعني لا يكون زعجك بشي مشان نحط له حد. لا يو، أعوذ بالله، إجا حرام من الباب بس ليعتذر مني على اللي صار بالحارة، وقال لي إنه ما كان قاصد يعني. بس شو بده يعمل؟ أيوه. لا تاكلي هم حبيبتي، لا تاكلي هم، ما راح افتح تمي بحرف. ايه الله يخليك يا نعمات. يلا يلا. شو بلاقيكي هون نعمات خانو؟ اهلين تقبريني. اهلين مرتاحي، شلونك؟ الحمد لله. شلون صرتي خاتون؟ الحمد لله الحمد لله منيحة. البشارة قال لك انها عند الحكيمة وقالت من بكره الصبح فيك تطلعي. يو واخيرا، والله ضاق نفسي هون. شو بنا صاحبي؟ مبين مشلوش والدنيا كلها مو وسعانتك. صدقت يا خليل صدقت، في شي جاعزني وسارق النوم من عيوني. يا باطل على اللي جاهزك، فضفض اخي فضفض. رئيس مخفر العماره الجديد ماني مأمن له بنوب. ليش شو عامل؟ حاسه عم يلعب لعبه وخمه. يا باطل شو عامل؟ فهمني، ما عم بفهم عليك. اتركني لأتأكد خليل، بعدين لك الحادث حديث. سلامة فوتي يا بي فوتو. حاضر يا عمي، ما تقدر يا عمي، ما رح اخليها تقعد بغرض، كل الوقت قاعده بقول بطل. ايوه يلا طولي على شغل. السلام عليكم. الله يعافيك.